طيب الى موطأ مالك. مالك عن زيد بن سالم، عن زيد بن اسلم، زيد بن اسلم العدوي مولاهم المدني، عن رجل من بني الديل، قال بعضهم لا الدؤل، هو حقا الديل الدؤلي، ابن بكر ابن عبد مناف ابن كنانة، يقال له بسر بالضم. ورواة الجمهور عن مالك واكثر رواة عن زيد بن اسلم الثوري عن زيد بكسر الديل. قال وصاب قال مالك ابن محجن بكسر الميم. تابعي صدوق عن ابي محجن ابن ابي محجن الديلي صحابي قال الحديث، قال ابو عمر معدود في اهل المدينه، وروى عنه ابنه بسر، ويقال انه كان في سريه زيد بن حارثه انه كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذن بالصلاه فقام رسول الله فصلى ثم رجع ومحجن ما زال في مجلسه لم يصلي معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي مع الناس الذين صلوا معي، الست برجل مسلم؟ قال الباجي احتمل الاستفهام واحتمل التوبيخ، لانه قال له ما الذي جعلك، ما الذي منعك ان تصلي معي، الست برجل مسلم؟ وهو استفسار ليس توبيخا، لكنه بيشير اليه، الست برجل مسلم؟ وهذه معناها احتج به من قال بان من ترك صلاه يكفر بذلك، وكانه احتج بها على ان ترك الصلاه كفر، وهذا فيه نظر يرد عليه ما يرد، هو مسألة توبيخ، يقول له يعني حال المسلم لا يترك الصلاة، وانت تركت الصلاة لما تركت الصلاة، لست حريصا عليها وهذه من حال المسلمين، ومن قال بالكفر يقول بترك صلاة واحدة يكفر بذلك. وصحيح أن الجمهور عندهم الأدلة الكثيرة أنه لا يكفر بذلك وإن كان فاعل كبير، وهنا استفسار ليس 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 هجوما. قال ليس بمسلم، ألست بمسلم؟ فهي تقول ألست كريما، إذا كما تقول العرب ألست كريما، لا تريد نفي الكرم لكن تريد ليس هذا من فعل الكرماء، أنت كريم فعلك خالف فعل الكرماء. نعم. قال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. وهذا استدل به من قال بأنه يجوز للمرء أن يصلي في أهلي ويأتي إلى المسجد، وفيها دلالة على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن النبي ما أنكر عليه، قال صليت في أهلي، والاحتمال وارد أن صلى في أهلي وحده أو صلى في أهلي مع أهلي، فهو النبي لم يستفصل، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، لأن النبي لم ينكر عليه، قال صليت في أهلي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صليت في أهلك هو إقرارا إذا صليت في أهلك. فقال الرجل صليت في أهلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، يعني عليك أن تصلي مع الإمام، وهذا فيه إعادة الصلاة، وفيه جواز إعادة الصلاة، فيه جواز إعادة الصلاة لأن النبي أمره بذلك، وفيه أيضا أن هذا يكتب له نافلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لابن مسعود عندما قال سيكون أمراء يستنون غير سنتي يهدون غير هدي يؤخرون صلاة عن وقتها، قال نصلي أنفسنا ونصلي معهم، قال نعم أو تسألني. وهذا حديث خرج البخاري في الأدب المفرد والنسائي بن خزامة والحاكم كلهم من رواية مالك عن زيد به، وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سرجد مرفوعا إذا صلى أحد في بيتي ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصلي معهم وتكون له نافلة، وتكون له نافلة. ومالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ قال لا عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أياتهما أجمل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أو ذلك لك؟ ما ليس إليك، ما أتحسبها أي الفريضة تكون؟ قال أو ذلك لك أو إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أياتهما يشاء. هذا معناه أن الله تعالى يتقبل منه الصلاة، لكن أيهما يعتد بهما؟ جاءت روايات على أنه يعتد بالأولى، جاءت روايات أنه يعتد بالأولى. نعم. ومقتضاه مقتضى ذلك أنه يصلي الصلاتين بنية الفرض، ولو صلى إحداهما بنية النفل لم يشك في أن الأخرى فرض، قاله الباجي وقال ابن المجشون وغيره، معنى ذلك إلى الله في القبول، لأنه قد يقبل النافلة دون الفريضة، ويقبل الفريضة دون النافلة على حسب النية والإخلاص. المسألة على الصدق، المسألة على الصدق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نقف عند هذا الفوائد المستنبطة. جواز إعادة الصلاة مع أن هناك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة مرتين في اليوم، لكن هذه فيها دلالة على إعادتها على غير النية، يعني يعيدها على أنها نافلة وليست فريضة. الرجوع إلى العلماء، وجوب الرجوع إلى العلماء. رجع لابن عمر وقال أتهما تحسب لي؟ قال ليس هذا لك بل لله جل في علاه.
البعض قال أنه تحسب له ما كان أحسن فيها. الفائدة الثالثة، السنة حوت كل شيء. السنة حوت كل شيء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.